تكون طبعا شركات سياحه يكون مؤتمر ليه تامين، طبعا شركات سياحه تكون شامله التامين والاقامه والخدمه الطيبه الكويسه. طبعا في شركات سياحه طبعا بتبقى محترمه قوي، حتى لو زودت المبلغ شويه على اساس طبعا هناك من الناس ما تشوفش هناك في اي اعاقات، لكن ما يدوش للناس طبعا معلومات مش صح ان المبلغ بقى اقل او حاجه زي كده والناس تروح هناك تلاقي الدنيا اصعب او كده عليهم او كده. لا، المفروض الناس بتبقى مع الناس استريت في الكلام على اساس ما يحسوش ان في معلومات مغالطه بتحصل لهم. بنطالب ان يكون في رقابه على شركات السياحه وتفعيل دور الرقابه دي بحيث ان يبان اثر في الفتره الجايه. اهلا بكم، ونجدد التحيه لضيفينا في الاستوديو الاستاذ علاء الغمري والاستاذ هشام شوقي. استاذ هشام، قبل التقرير كنت تتحدث عن الضوابط. احنا بنقول لو حبينا نقول الضوابط المثاليه من وجهه نظرك غير التعديلين الرئيسيين اللي اشار اليهم الاستاذ علاء. يعني اولا انا عندي وجهه نظر في مساله اليه السعر، انه لازم يبقى عندي اليه واضحه لتحديد السعر كل سنه. بمعنى ايه؟ انه انا دلوقتي بيجد في السوق ظروف مثلا زي تغيير سعر العمله المحليه في مقابل النقد الاجنبي. ده بيخلي التكلفه بتاعه المنتج السياحي في الاخر ترتفع بشكل معين. طيب انا ده لازم يتغير، يعني انا مش معقول اجي اروح النهارده وانا رايح، انت حضرتك عامل اعلان انت هتنظم رحله حج السنه دي، فتروح حاطط لي الاسعار بتاعه السنه اللي فاتت تقول لي انا هلتزم بالضوابط بتاعه وزاره السياحه. تمام، بس السعر الاسترشادي اللي انت بتحطه ده بالنسبه لي يعني بياخده المواطن على انه هو ده الواقع، هو ده اللي هيدفعه. اذا قلت لي مثلا 30,000 جنيه فخلاص هو المواطن حاطط في دماغه ان هو 30,000 جنيه. بس ده ما بيبقاش هو الواقع، لانه حصل تغيير في سعر النقد فحضرتك لازم هتزود، وفي نفس الوقت كمان انت عندك سعر متغير ثاني اللي هو سعر تذكره الطيران. يعني سعر تذكره الطيران ده بيتحط امتى وبيتم الاتفاق عليه امتى؟ يمكن لسه في واحد اتكلم الحقيقه في الناس اللي اتكلموا اتكلم عن مساله الدولار. فانت حضرتك غيرت مثلا انت دلوقتي، فلازم يبقى في اليه معينه تقول. يعني احنا كنا بنقول انه هيبقى في فرق تقريبا من 18 ل 20% في اسعار الحج السنه دي. انا اعتقد لا، الموضوع كمان هيبقى زياده عن كده أكتر. لانه تحريك سعر النقد الاجنبي في مواجهه تحريك سعر الجنيه في مواجهه النقد الاجنبي بقى اكتر من ال 20 او 18%. يبقى لازم مساله الاسعار تكون يبقى في مرونه في تحديد مساله الاسعار. يعني لازم يبقى في اليه لها شكل ما يحددوا اقتصاديين. يعني يبقى في اليه يحددها اقتصاديين تقول انه انا ازاي اقدر احرك سعر البرامج وفقا لتغيير سعر العمله. الحاجه الثانيه مساله اسعار تيكت الطيران. ده لازم يبقى في تفاوض جماعي، يعني مثلا الشركات كلها لما تخش تحجز ما يبقاش كل شركه بتحجز التذاكر منفرده، وده حتى اللي بيعمل الفارق دايما ما بين الحج السياحي وحج القرعه مثلا. حج القرعه هو بيتفاوض على سعر تذكره الطيران للكوتا كلها، لكن في السياحه ده ما بيحصلش، كل شركه بتخش منفرده، فبالتالي سعر تذكره الطيران بيعلى، وده بيعلى على المواطن بالمناسبه لانه البرنامج حاجه بتشتريه فيجي يحمله اعباء زياده فيقول بالظبط فبيتحمل اعباء زياده. لا طب ليه؟ طب ما يا جماعه نخش نتفاوض على الكوتا بتاعه الطيران ده بشكل جماعي وناخد سعر جماعي لل طب نقطه اخرى الطيران. الحاجه الثانيه انه زي ما يعني زي ما ده بيحصل برضو بره في الخدمات، يعني يحصل اللي هو التفاوض اللي بشكل جماعي ويبقى زي ما في فكره تمثيل الحج القرعه بشكل رسمي في التفاوض في الخدمات، يبقى ده موجود في السياحه، موجود في التضامن. ويا ريت لو كان كل ده بيتم، يعني تبقى كوته مصر كلها بيتم التفاوض واحد، لان ده هيفرق في السعر. انا النهارده اذا كان عندي 70,000 تاشيره مثلا او 70,000 حج ورايح بتفاوض على الخدمات اللي هتتقدم ليهم، غير لما اكون بتفاوض على 30,000 هاخد لهم خدمات. نعم. طيب فانا بتصور انه ده من الحاجات اللي لازم يبقى فيها اعاده نظر. طيب استاذ علاء، يمكن مساله الدولار بتبقى مساله ملحه هذا العام، هل هتتاثر الشركات؟ هو الاستاذ هشام طبعا فتح اكثر من ثلاث نقط كده في الحوار بتاعه. ثلاث نقط مهمه. اولا هي موضوع السعر. السعر هو نوه ان الشركات بتعلن بنفس سعر السنه اللي فاتت مع السعر اللي هتحطه وزاره السياحه. هي المشكله في ان احنا تاخير الضوابط، ان احنا المفاوضات اللي احنا شغالين فيها ده فاخر الضوابط، لان احنا كل سنه فعلا بنعمل دراسه للسعر وبننزل السعر. بننزل السعر اللي بيتناسب مع اسعار السوق. يمكن السنه يعني ساعات
بيبقى بيننا وبين الوزارة كل سنة شد وجزر برضو على موضوع الأسعار دي، لأن هي مشكلة الوزارة برضو بتبقى مرتبطة إن بالسعر الرسمي، وإحنا أوريدي ولا بتوفر لنا عملة ولا الكلام ده كله، وإحنا بنحول بطرق اجتهادية كلها. نعم. وبنتعامل مع السوق، ما بناخدش يعني الدولة متوفر لناش عملة. فهنا السعر بالنسبة لنا دي المشكلة اللي وقع فيها الشركات، ولذلك بيهرب منها ازاي؟ ان هو بيحط سعر السنة اللي فاتت وبيقول مع الاحتفاظ بالسعر الرسمي اللي هينزل بعد الزيادة بعد فرق العملة. طبعا فرق العملة هيفرق مبلغ كبير، واحنا لذلك ان احنا ان شاء الله ما نعتمد الضابط احنا حاطين فيها الاسعار الجديدة اسعار برضو تقريبية، لان برضو العملة عمالة تتحرك، فاحنا هنحط الاسعار الجديدة على سعر العملة اللي احنا حاطين عليه، ولو حصل زيادة برضو هيتم تدركها، لان نعم. الزياده في سعر العمله حوالي 40%، احنا ما بنقول البرنامج هيبقى زياده 20%، هتبقى على البرنامج ككل، لان الخدمات كلها بتزيد. نعم. خدمات مكه والسعوديه كمان. دي حاجه، دي بالنسبه للسعر. نعم. سعر البرنامج هيزيد. بالنسبه لتفاوض شركات الطيران، نعم، احنا بالنسبه للطيران هي مصر الطيران بتنزل سعر ثابت سواء للداخليه او للسياحه، هي مش على فكرة هي مصر الطيران هي بتحط السعر، هو مش بيبقى قابل للتفاوض على فكرة. السعر اللي بتنزله سواء للداخلية او للسياحة ما بيبقاش قابل للتفاوض. بس هنا محدد. بقى محدد بس. هنا بيفرق سعر السياحة بيبقى اغلى من سعر الداخلية. ليه؟ في الطيران، لان السياحة مدته، السياحة بيشتغل على برنامج كل ما بتقلل المده الناس فاهمه غلط. نعم. التذكره يعني انا في عندي برنامج بيبقى الرحله 10 ايام. الرحله 10 ايام دي التذكره اغلى تذكره في البرنامج. نعم. توصل ل 9 ونص. وعندي برنامج بيبقى 15 يوم، ده بتزيد شويه وهكذا، انما الداخليه رحلتها كلها 30 يوم وبيفوق رحلات منتظمه ورا بعض، فبيقدر يديهم سعر اللي هو اقل سعر اللي انا ممكن اشتغل عليه في الاقتصاد. نعم. طب الجانب، طبعا احنا اتكلمنا عن الاسعار، لكن هناك جانب اخر وهو الجانب الامني، لابد طبعا تدخل فيه وزاره الداخليه والاجراءات اللي اتخذ سواء من خروج المعتمر او الحاج حتى عودته يعني سالما الى ارض الوطن. هناك اجراءات في مطار القاهره الدولي وهناك اجراءات اخرى. نتعرف على المزيد معنا على الهاتف الان سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزاره الداخليه. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. يعني احنا سمعنا انه في اجراءات جديده سوف تتخذ، ونعلم طبعا ان هناك دواعي و يعني وجوب لإجراءات ربما تكون مستجدة وأكثر حزما في الفترة القادمة. ماذا عن تلك الإجراءات لضمان أمان الحجاج والمعتمرين سيادة اللواء؟ هو فيما يتصل بالمعتمرين الوضع بيختلف شوية عن موسم الحج. نعم. موسم الحج بيبقى السفر والعودة خلال فترة محددة. نعم. وبيتخصص ليهم صالة محددة برضك بيسافروا منها، باستثناء شركة طيران أخرى الركاب بتسافر من صالة أخرى. نعم. لما العدد الأكبر من الحجاج بيسافر من صالة معينة. نعم. ومن هنا بتبقى في إجراءات أمنية مختلفة عن الإجراءات الأمنية التي تتبع في موسم العمرة. ولكن تأمين المعتمرين ده بيبقى جزء من تأمين كافة الركاب سواء المغادرين والقادمين اللي هم مترددين على المطار. نعم. خطة التأمين دي مش بتشمل بس المسافرين والقادمين، أيضا بتشمل المودعين والمستقبلين. التأمين بيبقى بيشترك فيه بالنسبة للمعتمرين والحجاج عدد من الإدارات في المطار، بدءا من إدارة شرطة السياحة، قسم المرور، البحث البنائي، الشرطة النظامية. نعم. الكلام ده بيبقى على مستوى نطاقات، بيبقى في ناس بتبقى موجوده في خارج المطار، بتبقى في ناس موجوده امام المطار، بتبقى في ناس موجوده داخل صالات المطار علشان متابعه الحاله الامنيه ومتابعه اي مخالفات يمكن ان ترتكب في حق المعتمرين، وبيتم ضبطها واتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها. نعم. الموضوع بصفه عامه بتبقى الخدمات في هذه المواسم خدمات مكثفه، والخدمات بتبقى موجودة على مدار اليوم الكامل، على مدار 24 ساعة، لأن حركة الطيران مستمرة على مدار اليوم الكامل. نعم. وبيبقى في انضباط تام يعني في مثل هذه المواسم. نعم. تفضل سيادة اللواء. طيب للأسف يبدو أنه الخط
انقطع بيننا وبين اللواء ابو بكر عبد الكريم، نرجو ان يعود الينا مره اخرى لكي نستكمل الحديث عن الاجراءات، ولكنه اكد على انه في اجراءات مشدده وشامله لضمان امن المسافرين والمعتمرين والحجاج. الاستاذ هشام، الاستاذ علاء، كنت تتحدث عن مساله الاسعار وحركه العمله وما الى ذلك، لكن هناك موضوع ايضا تطرق اليه بعض المشاهدين عندما تحدثوا، مساله التامين. هل التامين اللي موجود حاليا بالنسبه لحدوث حوادث لا قدر كما حدث قبل ايام، هل يعتبر مجزي وكافي مقارنة بالتأمين الآخر بالنسبة للمسافرين والسائحين الآخرين؟ احنا يعني احنا عاملين في الغرفة عندنا عاملين وثيقة تأمين على المعتمر في حالة الوفاة الطبيعية، حتى لو مات في السعودية بتبقى وثيقة تأمين بيصرف 20,000 جنيه، ولو عجز او حاجات بتبقى رسوم، يعني هي وثيقه يعني استثنائيه كده، وثيقه بسيطه. وان شاء الله بندرسها ان احنا نرفع المبلغ نزل. لكن طبعا عارفين شركات دي كوثيقه تامين، انما حوادث او حاجات شبيهه باللي حصلت في السعوديه دي بتخضع لقانون السعوديه بقى، لو في مشكله او في تعويضات او الاخر ده بيبقى قصه تانية، زي مثلا حوادث منى او حوادث الرفع او الكلام ده كله، دي بتبقى او حادثه اتوبيس داخل المملكه، الاتوبيس ده اصل الاتوبيس ده سعودي والتأمين عليه من الجهة السعودية والتعويض عليه من السلطات السعودية، يعني بيخضع للجانب اللي هناك. أنا بالنسبة لنا بديله اللي هي الجزء اللي هو التأمين بتاعه، إن هو حالة وفاة أنا بعتبره حالة وفاة طبيعية بتبقى 20,000 جنيه. إحنا إن شاء الله في سبيلنا بعد الحادثة دي، إحنا عندنا اجتماع مجلس إدارة يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، اللي هو بكرة عندنا اجتماع مجلس اداره بكره ان شاء الله، بنفكر ان احنا نرفع حالات الحوادث، نرفع نسبه نتعاقد مع شركه تامين، نرفع قيمه التامين. دي النقطه الحاليه اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها، انه معروف انه دي بس دي مع وثيقه شركه تامين مصريه، احنا ده تامين مصري، انما ما يخص الجانب السعودي ده لسه قصه ثانيه. في التامين على السفر للمسافرين في الخارج ده موجود؟ طبعا ده. هل يمكن ده التامين او تامين السفر ده علاج حدي يسافر مثلا، مش وفاه ده علاج، لا الحوادث للحوادث، لا ما حوادث علاج، لا هو بيطلب منك وثيقه تامين مثلا لو هتسافر مثلا لمده 10 ايام او حسب الوقت اللي انت هتسافره، تحدد القيمه وفقا للمده. أيوة. لكن اللي بتحصل عليه من خدمات هي الخدمات الطبيه، الخدمات يعني الطبيه مش وفاء، ده حصل مش علاج، اللي هي التعويضات لا لا لا, 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 لا ما بيعملش ده اصلا، يعني احنا تعرضنا بالتجربه دي لما كنا بنسافر الاي تي بي، فدايما يطلب منك انك تجيب انشورنس، فبتجيبه اسبوع 10 ايام 15 يوم، ولا يشمل علاج السنان او العظم وعلاج حادثه كمان، مش علاج يعني انت مش تروح تكشف لا يعني لو يعني تعرضت المشكلة، لو تعرضت لمشكله طبيه طارئه مش رايح بمشكله معاك، فهنا ما تدفعش فلوس للمستشفى. انما لو انت رايح عندك مشكله طبيه كمان مش هيعالجك، لان طيب. في حاجات بتبقى قيمتها مرتفعه جدا زي السنان العظم. طيب مساله المخالفات، دائما يقال انه اذا يعني امن العقاب ف ما بيخافش من المخالفات. مسألة الجزاءات، يعني بيتحدث البعض عن أنه الجزاءات للمخالفات عندما تكون مشددة وينبغي أن تكون مشددة بتمنع إلى حد كبير المخالفات. أستاذ هشام، هل الجزاءات موجودة بالفعل وكافية؟ الجزاءات موجودة في يعني في القانون، وبتبقى موجودة في الضوابط. بالذنب اللي حضرتك كده، هو كيفية اختراق ده، يعني هي المسألة هنا بتقع في كيفية اختراق الجزاءات نفسها. يعني اذا كان حضرتك معاك عقد، واذا كانت امورك كلها ماشيه قانوني، ثق وتاكد ان الجزاء هيوقع على الشركه، ما مش هيعرف يخرج منه. لكن هو الازمه بتحصل ازاي؟ انا النهارده شركه خالفت، بس حضرتك ما معكش عقد، هتعاقبني ازاي؟ الجهه الاداريه هتعاقب الشركه ازاي؟ العقاب بيوصل لحد الغاء الترخيص. يعني العقاب للشركه بيصل لحد الغاء الترخيص في المخالفات. لكن المهم انت ازاي تثبت انه حصل مخالفة. يعني انا اذكر انه في موسم حج السنة اللي قبل اللي فاتت، وقابلت حج كان دافع قيمة، يعني كان دافع حوالي 120,000 جنيه في برنامج هو وزوجته، كان جاي عن طريق سمسار. الراجل قاعد يحكي، وفي النهاية خالص تسأله طب فين العقد، طب فين، لك ما
طيب انا منين اعرف انه الراجل صادق؟ يعني انا منين حتى انا كصحفي منين هعرف انه الراجل ده صادق او انه دفع المبلغ؟